ايه يا عويس، عامل ايه يا اسطى؟ بص يا اسطى، ده كده بص الدكتورة هبة هي بتتكلم عن حاجة اسمها الباور كواليتي، بي كيو ديك هي تقصد بيها الباور كواليتي. فهي في البداية بتقول لك الامتحانات بيجي عبارة عن نظري، هيكون ام سي كيو، تمام، وبيقول لك مسائل بتتكرر في الامتحان، هي قالت كده يعني بالنص، تمام. طيب الباور كواليتي دي معناها ايه؟ معناها بيقول لك جودة الطاقة الكهربية وليس كفاءتها. يعني مش يعني أنا مش بدرس الكفاءة هنا، ما بروحش مثلا أبعد باور بقيمة معينة، يهمني إن حتى توصل باور تكون قريبة من الباور اللي أنا بعتها. ده مش هدفي، هدفي إن أنا أشوف الجودة بتاعة الباور اللي وصلالي دي. طيب الجودة دي بتتمثل في إيه؟ في الكونتينيوتي، إن يكون الكهرباء عندي موجودة باستمرار، ما تفضلش تقطع، تمام. تاني حاجة قيمة الجهد دي بكام، لازم تكون موجودة بين الرينج اللي انت متعاقد عليه في الشركة، تمام. بيقول لك والكرنت والفولت يكونوا ساينوسويدال و50 هرتز. التلات حاجات دول او الاربع حاجات دول هما بيشرحوا معنى كلمة باور كواليتي، تمام. فالباور كواليتي هي التلاتة دول. فبرضو على فكرة الكلام ده بتقوله بالنص، فهو سهل ان شاء الله، فما تستقلش بيه يعني، وذاكره كويس برضو زي ما مكتوب كده، يعني انا كاتب كل حاجة قالتها، تمام. طيب جه هو في السلايدز بتقول لك في مشاكل بتحصل هي بتبوظ التلات حاجات دول، تمام. فمن ضمن المشاكل دي بتقول لك الانتربشن او الاوتج. الانتربشن او الاوتج ان الخط يقطع. طب الخط يقطع ده يأثر في ايه من دول؟ يأثر في الكونتينوتي، فكده هيبدأ يأثر في الباور كواليتي. طيب بيقول لك الاندر فولتج او الاوفر فولتج او الفولتج ساج او الفليكر، هي الكلام ده بتقوله بالنص فما تقلقش، يعني ده هيأثر في الماجنيتود بتاع الفولت، يعني الاندر فولتج هيقلل الجهد، الاوفر فولتج هيعليه. الساج دوك ان الفولت يقل بقيمة معينة، تمام، خلال فترة، تمام، ويرجع تاني، تمام يا اسطى، خلال فترة صغيرة أوي يعني. بيقول لك هما ليه بيهتموا بموضوع الباور كواليتي ده، لأن يعني الموضوع بتاع الباور كواليتي ده ظهر من قريب. يعني ايه مشكلته؟ يعني ايه المشكلة اللي حصلت عشان خاطر الموضوع ده ينتشر كتير كده؟ فقالت لك بسبب انتشار الباور الكترونيكس ديفايس، لانها بتسبب هارمونيك عندك في الشبكه وكده، فانت مهمتك انك تتخلص من الهارمونيك دي، او بمعنى اصح بتقيس الهارمونيك دي هل هي من ضمن الرينج المسموح بيه ولا لا، تمام. عشان كده الموضوع ده بقى ما منتشر خلال الفتره الاخيره، ده انتشر لما الباور الكترونيكس ديفايسز انتشرت، تمام. برضو الرينيوبل انرجي، لما الطاقة المتجددة دي بقى بدأت تظهر، برضو موضوع الباور كواليتي بدأ يظهر في السوق كده. طب الرينيوبل انرجي يعني ايه علاقتها بالباور كواليتي؟ انك بتضطر انك تستخدم انفرتر، تمام، عشان تحول مثلا من دي سي لاي سي للاحمال اللي عندك مثلا، فبرضو يبقى فيه هارمونيك، تمام. بيقول لك هنا في السطر الاخير ايكونومي كلوز ديو تو باور كواليتي بروبلم، تمام. من ضمن برضو الحاجات اللي خلت الموضوع ده ينتشر، ان نتيجة ان جودة الطاقة اللي انا ببعتها لما بتقل، ده بيسبب خسائر على الشبكة، على الشبكة، وبالتالي خسائر للشركة، لان الشركة مثلا بتبعت باور معينة، فمثلا نتيجة الهارمونيك والكلام ده كله بيبقى فيه لوسس عالية، تمام. فبيوصل للعميل هناك بيتحاسب على العداد، العداد بيقرا قيمة معينة، يبقى مثلا الشركة بعدك بعت باور كبيرة توصل للعميل هناك بباور أقل، فهو هيتحاسب على الباور الأقل دي، واللوسز دي اللي هيحاسب عليها الشركة، تمام. تمام. لو انت مثلا عندك دلوقتي مصنع ولا حاجة، الكهرباء اللي عنده عمالة تقطع باستمرار، فهو هي كده هيقفل المصنع ويمشي. ما هو انت دلوقتي هو بيعتمد انتاجه كله بيعتمد على الكهرباء، وانت عمال تقطع الكهرباء، فالناحية الاقتصادية هتبدأ تقل. دي تفسير النقطة دي.
الباور كواليتي برضو ان الشركات اللي بقت في السوق بقت بتنافس بعض. فانت دلوقتي لو عندك كذا شركة عاوز تتعاقد مع واحدة فيهم، هتشوف اللي هتديك الجودة الأحسن، تمام؟ فكله بدأ يتنافس في الجودة، فبدأ الموضوع بتاع الباور كواليتي ينتشر، تمام؟ الكلام ده ام سي كيو. هروح للسلايدز دلوقتي برضه هوريك كل حاجة انا قلتها هنا، تمام؟ بيقول لك في حاجة اسمها جهاز اسمه باور انالايزر. الباور انالايزر ده جهاز حديث بيعرض لك السيجنال بتاعت الفولت او الكرنت. اما زمان كان بيديك القيمة بس، كانت اجهزة تديك القيمة، قيمة الار ام اس بكام. فانت قيمة الار ام اس دي مش معبرة عن جودة الشبكة، عن جودة الباور اللي جاية لي. اما لما يكون السيجنال عندي اعرف اشوف التوتال هارمونيك ديستورشن، اشوف مثلا لو فيها ريبل، في اي مشكلة فاشوفها. عكس مثلا لما يكون مديني قيمة، طب انا مش عارف القيمة دي اصلا هل هي كويسة ولا لا. انا هعرف هي كويسة ولا لا لو هي محققة للرينج، بس شكل الفورمة ذات نفسها جاية لي عاملة ازاي، تمام؟ فالباور انالايزر ده جهاز بيقدر يحلل لي السيجنال اللي جايالي، واقدر احصل منه على داتا تساعدني ان انا اقدر اعرف الكواليتي بتاعت الباور اللي جايالي دي، تمام؟ بيقول لك ان الباور كواليتي ديك مفيش حد هيبدأ يفكر في الفكرة ديك الا اذا كانت ليها مكسب، تمام؟ بيقول لك في الفلوت شارت، هروح للفلوت شارت اللي موجودة في السلايدز دلوقتي، تمام؟ وهنروح برضو اللي بتاعتي في السلايدز. نيوصل للسلايدز، تمام؟ ادي دي السلايدز الاولانيه، فانا بشرح لك ايه هو البار كواليتي تعريفه، تمام؟ والجدول اللي قلت لك عليه، قلت لك الحاجات اللي هي بتاثر في التلات عناوين الرئيسيه بتاعه البار كواليتي، اللي هي الاوتج والانتربشن اندر فولتج والساج والكلام ده كله. بيقول لك ليه هنا البار كواليتي ده موضوع مهم، فقلت لك بسبب انتشار الأجهزة بتاعة الباور الكترونيكس، وبسبب اعتماد على رينيبل انرجي، وبسبب ان في منافسة ما بين الشركات وكده، والايكونومي كلوس ديو تو باور كواليتي بروبلم، تمام؟ فده هنا باور انالايزر اهو جهاز، تمام؟ الفلوت شارت او الهالك دلوقتي، تمام؟ تعالى بقى نقول الفلوت شارت دي، مش عارف الفلوت شارت ديك مهمة ولا لأ، بس يعني ذاكرها احتياطي، تمام؟ احتياطي كده وخلاص. فأصل الفلوت شارت ديك هي موجودة في الورقة برضو اللي أنا كاتبها دي. فالمهم يعني بيقولك ايه هو تأثير الباور كواليتي على الاقتصاد، أو ازاي هو بيأثر في الاقتصاد، تمام؟ فأنا بقولك هنا لو حصل مثلا مشكلة في الباور كواليتي، تمام؟ هيروح يؤثر مثلا على الاكويبمنت المعدات. طب ايه اللي هيعمله هو في المعدات؟ ممكن يبوظ معدة، تمام؟ ممكن يقلل الوقت اللي هتشتغله. لو انت عندك معدة مثلا بتاخد باور من سبلاي، السبلاي ده فيه هارمونيك، فعشان خاطر تحافظ على المعدة ديك هتشغلها عند ريتنج اقل، تمام؟ ده كده تأثير الباور كواليتي ديستربنس على الاكويبمنت. طيب على البروسيس، على عندك مثلا عملية مثلا انتاجية ولا حاجة، خط انتاج، الكلام ده كله، فده بيسبب لوسز في البروسيس. ممكن تشغل مثلا عندك اكتر من معدة، ممكن تشغل مثلا بتاع 3 معدات من 10 مثلا، او ممكن ما تشغلش حاجة خالص، ده خايف مثلا على المعدات، تمام؟ برضو الافكتنج على البرودكت فري، تمام؟ بيقول لك هنا المنتجات اللي ممكن تطلع يعني في المصنع والكلام ده كله جودتها مش كويسة. لو انت عندك مثلا مكنة بتقطع حاجة، المكنة ديك بتقطع حاجة بالميلي مثلا، والمكنة ديك بتاخد باور مثلا من سبلاي فيها هارمونيك، فهتلاقي مثلا في زي ريبل كده، او ريبل في التورك اللي بتعمله مثلا، هي بتقطع مثلا في هزة كده، تمام؟ ده كده المحاضرة الأولانية. طيب
فذاكر كده برضو الفروت شارت دي احتياطي يعني. فبيجي لك في الاول وفي الاخر بتأثر في حاجة اسمها سي بي او سي بي كيو. سي بي كيو دي احنا بي كيو معناها باور كواليتي. ثواني بس انا مش فاكر المحاضرات قوي، فاشوف بس كانت معناها ايه. ده يا اسطى المخطط اهو، ده في شرح بالعربي هنا يعني ماشي، اللي هو دي معناها كوست باور كواليتي. سي بي كيو كوست باور كواليتي يعني تمام، يعني بيقول لك تأثير الحاجات دي كلها على الباور كواليتي تمام. برضو هنشوف ازاي برضو. دي بقى حاجة كده ايه، مش يعني مش بتيجي في الامتحان، بس بيوضح لك ازاي الباور كواليتي دي بيأثر في الاقتصاد. بيقول لك هنا بيقول لك مثلا ايه، الموبايل كوميونيكيشن، شركات التليفون مثلا، بيقول لك لو هي مثلا اتفصل عنها الكهرباء لمدة ساعة بتخسر 40,000 دولار. تاخد بالك احنا قلنا كونتينيوتي دي واحدة من النقط اللي تهم الباور كواليتي. فانت دلوقتي لما تيجي تفصل مثلا الكهرباء عن شركات الموبايل، شركات التليفونات والكلام ده كله، فانت عندك هنا خسارة 40,000 في الساعة تمام. كريدت كارت اوبريشن مش عارف 2 مليون دولار ولا كام دي، ولا 200,000 شايفة أوي تمام. بس ده بيوضح لك قد ايه الخسائر اللي الشركات بتخسرها لما القرار بتقطع عنها تمام يا اسطى. ف فكده دي السلايدز كلها اهي تمام، والكلام ده كله موجود بقى بالشرح في الكلام اللي انا كاتبه تمام اهو تمام يا اسطى. ده كده أول محاضرة هي قالتها، هي كانت بسيطة أصلا. هنبدأ يعني أصلا كده المحاضرة التانية تمام. المحاضرة التانية هي هتبدأ بقى تاخد كل نقطة من النقط اللي كانت بتهم الباور كواليتي توضحها شوية. يعني أول حاجة هتتكلم على الكونتينيوتي تمام. بيقول لك هنا إن الباور أوتج تقريبا حسب الـ IEC الستاندرد هنا، بيقول لك آخرك لمدة دقيقة ده يبقى مشكلة كبيرة. واخد بالك يعني انقطاع الكهرباء لمدة دقيقة ده مشكلة كبيرة، أو فوق الدقيقة تمام. بيقول لك بعد كده طب ايه هي الأسباب ان ممكن الكهرباء تقطع. بيقول لك ان يبقى في امبالانس بتوين اللود والجنريشن، ان الجنريشن مش مكفي اللود اللي موجودة عندي، فبيحصل مثلا امبالانس تمام. برضو ممكن من ضمن الأسباب اللي ممكن الكهرباء تقطع بسببها إن مثلا في شورت سيركت، في مشكلة في الفريكونسي، في مشكلة في الاستابيليتي تمام. طيب ايه الحلول؟ الميتيجيشن دي يعني معناها الحلول. في حل على مستوى الدولة، ايه الحل اللي على مستوى الدولة؟ إن الدولة تبدأ تزود الإنتاج، تبدأ محطات جديدة تمام. اما ممكن الافراد ازاي تساهم، الافراد تساهم بانها ممكن مثلا تستخدم باك اب سورس، باك اب سورس زي الديزل جنريتور، رينيبل سورس تمام. ممكن تستخدم بقى مع الكلام ده اي تي اس، يعني ممكن يكون لو اوتوماتيك ترانسفير سويتش تمام. هناخد تاني نقطة، هنتكلم عن حاجة اسمها الهارمونيك. الهارمونيك ان شكل الويف فورم بتاعة الفولت والكرنت مش 50 هرتز بس، بمعنى ان بيكون عندك اكتر من سيجنال مجموعين عن بعض، وكل واحدة فيهم بتردد مختلف، فبيطلع شكل سيجنال متشوه تمام. طيب ايه هو اسباب الهارمونيك؟ ان انت عندك نون لينير لود. ايه الاحمال اللي هي نون لينير؟ اي حاجة غير الار والال والسي يعتبر نون لينير. زي انت عندك مثلا سيرستور بيجي يشتغل في فترة ويقفل الفترة، فبيسحب تيار أو بيطبق عليه فولت مش ساين ويف تمام. الفولت اللي هو مش الساين ويف ده هيبدأ بقى يديك كارنت مش بيور ساين ويف
عبارة مثلا ممكن يديك current عبارة عن ايه، حاجة زي كده مثلا، حاجة زي كده current ممكن يكون حاجة زي كده، او بلاش كده لأ، يعني مثلا ايه، لو انت هنقول ان احنا عندنا هنا source اهو تمام، وادي هنا مثلا thyristor، وادي هنا load تمام. هي الثيرستور ده هيشتغل في فترة، لما يجي يشتغل في فترة الجهد اللي هو على اسمه ايه ده، على اللود، هنقول مثلا اللي هو هيشتغل عند اللحظة صفر، فده هنا أصل الشبكة، أصل اتشالت ليه، هنقول مثلا إن احنا عندنا ثيرستور اهو، ده الويف فورم اهي، دي مثلا الويف فورم بتاعت الفولت تمام، هو الجزئين قد بعض، فوق قد تحت تمام. هنقول مثلا ان السيروستور ده هيبدأ يشتغل عند اللحظة اللي هي بتساوي صفر، هيبدأ شغال، هيجي بعدها يا اسطى هديله اشارة ان هو يفصل تمام، الجهد اللي هيكون على الريزيستنت هيكون بصفر تمام، فيبدأ ينزل الجهد، هبدأ مثلا أدي إشارة فيبدأ يطلع كده، فده بيكون مثلا شكل السيجنال بتاعة الفولت اللي متطبق على الريزيستنت تمام. فالشكل ده بيروح يتحلل لمجموعة من ال ويف، منهم واحدة اللي هي 50 هرتز، دي اللي أنا بستفاد منها، والباقي مش بستفاد منه، عمال يعمل لي سخونية ويسحب لي الكرنت عالي وخلاص، ولا لي أي لازمة تمام. فبيقول لك كده الأحمال اللي هي النون لينير ممكن يكون الفلورسنت، الكمبيوتر تمام. فبيقول لك هنا الديستريبيوشن سيستم ويز لينير لود اونلي، هنفترض ان احنا عندنا هنا سورس اهو وكابل هيروح يغذي مجموعة من الأحمال، هنفترض ان كل الأحمال دي لينير يعني ما فيهاش هارمونيك، فلو انا عايز اروح اصمم الكابل المين ده، هو عبارة عن ايه، هو عبارة عن مجموعة التيارات اللي في كل واحد تمام، هنفترض ان هو بيشتغلوا مع بعض، ملناش دعوة بالدايفيرست والكلام اللي ملوش لازمة دلوقتي، فهو عبارة عن ايه، عبارة عن مجموعة التيارات دي. طيب هنفترض بقى، هنشوف مجموعة تمام، وهيطلع مثلا مجموعة التيارات بالشكل ده، هيطلع ساين ويف صح. طيب نيجي بقى نفترض ان احنا عندنا احمال لينير واحمال نون لينير، دي احمال لينير اهي بتسحب كارنت، بص عامل ازاي، وده نون لينير اهو. فانت لما تيجي تجيب التيار اللي ماشي في الكابل برضه هتجمع التيارات دي، فيطلع معاك المحصلة بالشكل ده، ده بنسميه ديستورتد كارنت، ده بقى ده فيه هارمونيك تمام. مثلا يبقى احنا كده عرفنا ايه هي المشكلة اللي بتسبب هارمونيك، ان احنا عندنا احمال نون لينير هتسحب تيار بالشكل الغبي ده تمام. فيبقى كده الحاجة اللي هي بتسبب الهارمونيك الكارنت تمام، بناء عليه هيروح يغير في شكل الفولت. يبقى المسبب في الهارمونيك هي الأحمال النون لينير، لأنها بتسحب تيار بشكل من الساين ويف تمام. طيب هنقول دلوقتي احنا مثلا اللي عايزين نروح نجيب الفولت اللي على البص ده، عايزين نجيب الفولت ده، هنقول ايه، ان الفولت ده هو عبارة عن الفولت بتاع السبلاي ناقص الاي في المين كيبل في الاكس كيبل تمام. انت عندك السبلاي اللي هو جاي من الشركه ما فيهوش اي حاجه، هو بيور ما فيهوش اي حاجه خالص تمام، وده التيار المسحوب اللي هو ديستورتد تمام. فانت هتقول التيار الديستورتد ده في الاكس كيبل هيكون في فولتج دروب، الفولتج دروب هيكون ديستورتد، هيكون الفولتج دروب ديستورتد، فساين ويف ناقص ديستورتد هيطلع هنا الفولت اللي على البص بالشكل ده.
ده الفول تلعب بس. يعني ممكن يكون شقة مثلا، شقة وفيها أحمال كلها لينير، فيها أحمال كلها لينير تمام، وشقة تانية فيها أحمال نون لينير، فكده بسبب إن ده نون لينير هيروح يسحب كارنت ديستورتد، هيأثر على الفولت بتاع الباص، فلما يأثر على الفولت بتاع الباص هيأثر في الشبكة في الشقة اللي فيها أصلا أحمال، اللي فيها أحمال لينير. يعني هي كده اتضررت نتيجة إن في مثلا بيوت حواليها بتسحب تيار بالشكل ده تمام. هو عايز يقول لك كده، يبقى كده ممكن سؤال اختياري، أسئلة امتحان اختياري تمام، بتقول لك يبقى الأصل في الديستورشن هو الكرنت، يبقى اللي بيعمل لي الديستورشن هو الكرنت مش الفولت تمام. طب بتقول لك ايه، طيب لو ممكن تيجي برضه سؤال اخطر، تقول لك لو كان الكابل ده سوبر كوندكتور، يعني ايه سوبر كوندكتور؟ يعني الاكس بتاعته بتساوي صفر تمام، هل هيكون في ديستورتد فولتج؟ لا مش هيظهر ديستورتد فولتج، لان ايه الفولت بتاع الباص هو عبارة عن ال في اس ناقص الاي في الاكس، لو قلت الاكس دي بصفر هيطلع كده ان ال في لود بس هو عبارة عن الفولت بتاع بتاع السيستم، والفولت بتاع السيستم هو بيور، جايلي بيور، اما اللي بيبوظ هو الفولت اللي على الباص، بيبوظ نتيجة ايه؟ لان ده نتيجة ان الكرنت ديستورشن. يبقى كده الحاجة اللي بتسبب الهارمونيك هي الديستورشن كرنت مش الفولت تمام، ولو الاكس بتاعت الكابل بتساوي صفر اللي هو سوبر كوندكتور، ساعتها مش هيكون في فولتج دروب، مفيش فولتج ديستورشن، لكن هيكون في كرنت ديستورشن، خلي بالك تمام. الكلام ده كاتبه هنا، فتقول لك كل ما بيزيد الاكس كل ما زاد الديستورشن تمام. ده برضه اسئله هتيجي اختياري اللي هما تحت بعض دول كلهم. بيقول لك الديستورشن دلوقتي طبعا لو انت عندك سيجنال مشوهة مش هتقدر تستخدم قوانين البسيطة اللي هي ايه، انت عارف ان في ماكسيمم جذر تلاتة في ار ام اس، الكلام ده مستخدم مع البيور ساين ويف تمام. فلو انت عندك سيجنال ديستورشن خلاص مش هتقدر تستخدم علاقة زي كده تمام. فبقول لك ايه، احنا ممكن السيجنال اللي هي الديستورشن دي نستخدم في فورير سيريز عشان نجيب الفاندامنتال وشوية الهارمونيك اللي بعد كده تمام. فبيقول لك ايه، ان الهارمونيك اللي بعد كده بيكون ليها اوردر مختلفة من واحد الى مثلا الواحد، ده هو الفاندامنتال، من بعدها اللي هي الاتنين لحد الهارمونيك رقم ان مثلا. فبيقول لك في تقسيمة كده اصلا، بيقول لك ان الفاندامنتال اللي هي الواحد دي تمام، اجمع عليها ستة تبقى سبعة، اجمع عليها ستة تبقى 13، يعني الواحد والإضافي عليه ستة بنسميه بوستيف سيكونس تمام، والخامس أو التالت بنضيف عليه ستة بنسميه الزيرو سيكونس، والخامس بنضيف عليه ستة بنسميه النيجاتيف سيكونس تمام. الاختصار الكلام ده بس هنعرفه بعد كده ايه اهميته كده تمام. الكلام ده كله بقى يقدر يتحلل باستخدام الباور كواليتي اناليزر، احنا خدناه المرة اللي فاتت ده تمام. بيقول لك ايه بقى يا اسطى، ان الزيرو سيكونس ده هو هيكون لو انت عندك مثلا تلاتة فيز تمام، انت عارف ان التلاتة فيز بيروحوا عند النيوترال يتجمعوا، وفي حالة البوزيتيف سيكونس والنيجاتيف سيكونس هيكون مجموعهم بصفر تمام، اما في حالة الزيرو سيكونس التيارات اللي بتمشي في النيوترال بتكون مجموع جبري. يعني لو انت عندك الزيرو سيكونس بخمسة في الفيزا اي وخمسة في الفيزا بي وخمسة في الفيزا سي، هيتجمعوا هيكون 15 ماشيين في النيوترال، انت واخد بالك؟ فكده بيقول لك لما في الاحمال اللي هي بقى فيها باور الكترونيكس والكلام ده كله، بيجيبوا النيوترال القطر بتاعه كبير، الكروس سيكشن اريا بتاعته كبير عشان يقدر يستحمل التيار اللي ماشي تمام. ده هنا مشكلة الزيرو سيكونس تمام. بيقول لك هنا effect of non-linear load are more in industrial distribution system تمام. هو عايز يقول لك هنا ايه،
طيب ما احنا عندنا في البيت هنا في احمال فيها باور الكترونيكس، الشواحن بتاعت التليفون، الكمبيوتر، الكلام ده كله. طب ما عندناش مشكلة ليه؟ فهو عايز يقول لك ان مش معنى ان في هرمونك يبقى انت كده في خطر، لا، هي في نسبة معينة لو انت عديتها هيكون مشكلة، وغالبا الكلام ده النسبة دي بتكون كبيرة في الأحمال الصناعية وكده. تمام، تأثير الهرمونيك هيكون مؤثر أكتر في حالة إنه بيغذي قطاع صناعي لأن الريتنج أعلى في تمام. ده الكلام اللي احنا قلناه. نروح بقى نبص كده على السلايدز أهو، السلايدز أهو يا اسطى، ده المحتوى بس اللي هتقوله. تمام، فهنا بيقول لك المين سورس اوف هارمونيك اللي هي النون لينير لود اللي احنا قلناها ورا، وده هنا قلت لك لما الكابل المين كابل الكرنت اللي ماشي فيه هيكون مشوه، والفولت اللي على البص والكلام ده كله. واحنا ممكن نحلل السيجنال ديت لمجموعه من السيجنال اللي هي الفاندامنتال ديت وشويه الهارمونيك. تمام، دي حاجات تاني بيعرفك بس ان ممكن تتحلل، او فانت عندك سيجنال زي دي مثلا، سيجنال زي دي بيقول لك هنا فاندامنتال 100% الهرمونيك الخامس بيشغل تقريبا 50%، فده رقم كبير قوي. فانت مثلا هتحط فلتر، تحاول تحط فلتر يشيل الهرمونيك الكبير قوي ده اللي هو الخامس، هو لو شال الخامس هيشيل ال11، ولو شال ال11 ما هو الخامس اجمع عليه 6، يفضل يجمع ستات. فهو لو انت جبت هرموني، لو جبت فلتر يشيل الخامس هيشيل الخامس مضاف عليه 6، واخد بالك؟ هو ده الكلام اللي احنا قلناه ورا البوزيتيف سيكونس والنيجاتيف سيكونس. وده النيوترال بيكون تغير كبير قوي. ده في المحاضرة الجاية. تمام، هنبدأ بقى نخش على المحاضرة اللي بعدتنا. المحاضرة التالتة يا اسطى بيقول لك الجدول اللي في صفحة 9 في السلايدز رقم 2 هام في الامتحان. تمام، مهم اوي الجدول ده، وقلت لك هنجيبه في الامتحان. طب تعال نروح له، هنروح للجدول ده. بيقول لك الجدول اهو في صفحة 9، الجدول ده يا اسطى وعايز يقول لك ايه تأثير الهرمونيك على المعدات دي. هي هتجيب لك في الامتحان كده ايه تأثير الهرمونيك على الترانسفورمر مثلا، يعني مش هتجيب لك ده كله، هتختار حاجة معينة 2 3 مثلا ولا 1، وتقول لك ايه مشكلته، ايه اللي هيتم. هو عامة كله هيحصل فيه اوفر هيتنج، بس مثلا هتقول له الماتور هيبقى فيه لوسس، هيبقى فيه نويز، هيبقى فيه بلسشن تورك، هيبقى الشافت عمال يتهز كده، السيركت بريكر هيترب عند قيمة واصلا مفهوش مشكلة، واخد بالك؟ يعني سيركت بريكر انا المفروض جايب جهاز مثلا بحميه بسيركت بريكر. تمام، نتيجة هارمونيك، مش انا بقول لك نتيجة الهارمونيك هيبقى عندك السيجنال اللي هي فاندامنتال وشوية سيجنال تاني. طب شوية السيجنال التاني دول هيمشوا لي كارنت انا مش هستفاد بيه، خلي بالك انا بستفاد بالفاندامنتال بس، فهيمروا لي كارنت مش هستفاد بيه. فالمحصلة بتاعت الكرنت ده والكرنت الفاندامنتال هيطلع رقم اكبر من الفاندامنتال. فانا كنت مثلا عامل ديزاين على الفاندامنتال، ما كنتش عامل حسابي ان في هارمونيك، عامل حسابي مثلا ان الفاندامنتال ب 50 امبير. نتيجة مثلا اني جبت شوية اجهزة مثلا تانيين عندي في المصنع فبوظوا لي مثلا الفولت، نتيجة هما بيسحبوا كرنت ديستورشن، فالفولت هيكون ديستورشن، فالكرنت اللي هيسحبه الجهاز اللي هو اصلا كنت معمول له ديزاين ومفيش مشكله هيسحب لي كرنت في ديستورشن. طب ما الكرنت الديستورشن ده هينتج عنه ان الكرنت هيبقى اكبر، فكده السيركت بريكر هيشوف كرنت كبير فهو غصب عنه هيترب، وفي نفس الوقت مفيش مشكله، يعني مفيش مشكله. تمام، يبقى بيترب عند لحظات
المفروض اصلا ما تربش عندها. تمام، ده تأثير الجدول ده مهم قوي فتذاكره. بعد كده طيب، فبتقول لك طيب انا دلوقتي عرفت ان في هارمونيك ولازم احلها، انا عندي كذا مرحلة. تمام، ايه هي المراحل؟ لو انا بالظبط انا بالفعل انا عندي الاحمال دي. تمام، بيقول لك ايه existing facility، المفروض اعمل ايه لو انا دلوقتي انا بالفعل الاحمال دي عندي؟ تمام، طيب لو انا عندي مثلا زي ببني عمارة مثلا، بدخل كهرباء العمارة، انا لسه بدخل لها كهرباء، لسه بعمل ديزاين للكابلات، بعمل ديزاين للسيركت بريكر، ديزاين لكل حاجة، انا لسه في مرحلة التخطيط. فانا ساعتها المفروض اتوقع الاحمال اللي هتكون موجودة وبناء عليها احط في اعتباري الهارمونيك. اما الحالة الاولانية خلاص انا في الامر الواقع، انا جبت معدة ودي هتسحب لي تيار الديستورشن، فالمفروض ابدا احل المشكلة. يعني اقصد ايه ان المشكلة طريقة حلها تختلف حسب انت فين بالظبط. هل انت في مرحلة لسه اصلا بتعمل ديزاين للاحمال اللي عندك، فساعتها تبدا تاخد في اعتبارك الهارمونيك، اما انت بالفعل عندك المعده وجبتها وخلاص وما كنتش عامل حسابك في وجود الهارمونيك، فعاوز تبدا بتحل الهارمونيك ده، اسمها existing facility. تمام، بيقول لك evaluating and controlling harmonic صفحه 10 سلايدز 2، في فلوت شارت مهم تعال نروح لها. اهي دي اللي بقول لك عليه بقى يا عويس. دلوقتي انت علشان تقيم الهارمونيك وتعمل عليها كنترول، هل انت فين بالظبط؟ هل انت لو انت مثلا في مرحلة الاكزيستنج. تمام، اكزيستنج يعني بالفعل المعدة عندك وانت عايز تحل مشكلة الهارمونيك، اما البلانينج هي المعدة مش عندك بس انت متوقع ان هجيب معدة بالمواصفات كذا، دي هيتسبب لي هارمونيك، فالمفروض بقى احط حاجة تشيل الهارمونيك دي او اعمل ديزاين للكابلات تستحمل التيار بتاع الهارمونيك. لو مش واضحة معاك الحتة دي قول لي بقى لما تروح. ماشي، فلو فانا بقول لك ايه هي existing كل هارمونيك الشكل اللي جوه معين ده اجابته لا اما يس او نو. تمام، فبقول لك هنا ايه، لو هي existing لو هي موجودة بالفعل انا هبدأ بقى اروح اجيب اجهزة تقيس الهارمونيك. تمام، وبناء عليها اروح اقيم الليفل ده بتاع الهارمونيك، هل هو موجود جوه الليفل المسموح ولا لا، هروح لنقطة سي. فلو هو عدى الفولت المسموح، لو هو عدى المفروض بقى اروح اقيم الهارمونيك بقى ديك وحل مشكلتها. تمام، طيب افرض انا اصلا في مرحلة التخطيط يا اسطى، انا لسه في مرحلة التخطيط لسه هدخل احمال، فهي existing ولا planned؟ هي planned، فهمشي مثلا في العمود ده. تمام، فبيقول لك هنا ايه characterized harmonic source using manufacture data، معناها ايه دي هارمونيك سورس؟ ثواني اقول لك معناها ايه. فالمفروض يا اسطى ده معناها ان انا هبدا احط موديل للسيستم. تمام، واشوف الريزونانس ممكن يحصل امتى، اشوف مثلا التيار اللي هيكون مسحوب هيكون بكام، وبناء عليه هجيب سيركت بريكر يستحمل الكلام ده كله ما يتربش عند قيمة غلط، وهجيب كابل يستحمل التيار بتاع الهارمونيك. لما اروح مثلا هجيب النيوترال بتاعه، هجيب النيوترال بتاعه كروس سيكشن اريا بتاعه كبيره. تمام، اما الحاله الاولانيه انا بالفعل خلاص انا حطيت الكابلات فمش عارف اغير في حاجه، فاروح اجيب بقى حل بديل. تمام، فهي قلت لك مثلا ترسم لي الفلوت شارت، هترسم لي الفلوت شارت بقى، ما اعتقدش انها تيجي بس ذاكرة احتياطي. تمام يا اسطى، مسائل الامتحانات بقى يا اسطى بتقول لك هي هتديك قرايات، انا مش عارف ايه القرايات اللي هتديها لك برضو. تمام،
بس هي بتقول لك هتديك القرايات. مثلا الفولت ار ام اس، الاي ار ام اس اهو الكلام ده موجود. فلو مداني مثلا الفولت ار ام اس شوية قرايات للفولت والكرنت، هروح انا اجيب مثلا ايه التي اتش دي للفولت، وراح اجيب التي دي دي للكرنت اللي اسمها توتال ديماند ديستورشن. تمام. اروح اشوف التيار اللي ماشي في النيوترال، واروح اجيب حاجة اسمها ترو ار ام اس. تمام. يعني ايه كلمة الكلام ده؟ ليه قوانين تحت ما تقلقش. يعني ايه كلمة ترو ار ام اس؟ بص يا اسطى، انت دلوقتي عشان تروح تجيب الار ام اس للويف اللي هي الديستورشن دي، تمام. يعني ايه ويف ديستورشن؟ قلت لك يعني معناها فاندامنتال ومعاها شوية سيجنال تاني بترددات مختلفة. تمام. فايه يعني انا مثلا بقول لك لو انا عندي سيجنال زي دي وكان الاي ماكسيمم ب 30، ب 30 واخد بالك، الاي يعني سيجنال مشوهة، ورحت اجيب الاي ماكسيمم لقيته 30. تمام. فالار ام اس يا اسطى 30 على جذر 2. الكلام ده غلط. ليه؟ لان 30 على جذر 2 ديك، خلي بالك انا رحت مثلا عرضت السيجنال دي على سكوب لقيت الماكسيمم فيها ب 30، فمسكت الآلة كده وقلت 30 على جذر 2. الكلام ده صح؟ لا، الكلام ده مع البيور سيجنال ساين ويف، اما دي مش بيور، فالمفروض الار ام اس اللي يطلع هيكون رقم اكبر من 30 على جذر 2، ده اسمه الترو. تمام. طيب في حاجة اسمها الباور فاكتور، هو عبارة عن الترو في الديسبليسمنت باور فاكتور. اقصد الترو والديسبليسمنت باور فاكتور، ايه الفرق؟ الباور فاكتور تعريفه عامة اللي هو عبارة عن الباور على الاس كفاندامنتال. لو انت جبت الباور الفاندامنتال على الاس الفاندامنتال، فده كده اسمه ديسبليسمنت باور فاكتور. اما لو احنا قلت الباور على الاس في حالة وجود الهارمونيك، عملت في اعتبارتك الهارمونيك، فاسمه ده باور فاكتور، ترو باور فاكتور، خلي بالك. يبقى انت لو انت رحت جبت الباور بتاعت السيجنال الفاندامنتال على الاس بتاع السيجنال الفاندامنتال، ده كده ديسبليسمنت باور فاكتور، ده اللي احنا كنا بنعمله زمان في السيركت والكلام ده كله، مكانش فيه هارمونيك، فدلوقتي فيه هارمونيك. فهنجيب حاجة اسمها ترو باور فاكتور اللي هي الباور على الاس، وعاملين في حساباتنا الهارمونيك. تمام. فبيقول لك يا اسطى، ممكن سؤال يجي لك اختر. تمام. لو انت رحت قست الترو باور فاكتور، تمام، رحت قست الترو باور فاكتور والديسبليسمنت باور فاكتور، لو لقيت الاتنين دول كقيمة قد بعض، ده معناه ايه؟ معناه ان مفيش هارمونيك. تمام. لكن انت لو رحت جبت دي ورحت جبت ديك ولقيتهم في اختلاف، لا، فانت كده كده في هارمونيك. فلو في هارمونيك هيطلع الديسبليسمنت باور فاكتور اكبر من التروب باور فاكتور دايما كده، ماشي؟ الديسبليسمنت باور فاكتور اكبر من التروب باور فاكتور في حاله وجود الهارمونيك. اما لو ما عندش هارمونيك، الاثنين هيطلعوا عند بعض. سؤال برضو مهم وممكن يجي في الامتحان، فهي بتقول لك ايه؟ لو انت عندك دلوقتي التروب باور فاكتور، رحت انت في مصنع جبت قست التروب باور فاكتور لقيته ب 6 من 10، ورحت قست الديسبليسمنت باور فاكتور لقيته ب 9 من 10، فالاتنين مش قد بعض. في حال كده يا اسطى، يعني انا كده عندي مشكله في الباور فاكتور نتيجه ايه؟ هل انا محتاج احط كاباستور يحسن لي الباور فاكتور ده؟ فكر كده ثانيتين. يعني انا رحت قست الترو باور فاكتور لقيته ب 6 من 10، والديسبليسمنت باور فاكتور كان ب 9 من 10، فهل عشان احل فكان بيجي مثلا الراجل بتاع المصنع ده فاتوره غاليه، لان الباور فاكتور بتاعه 6 من 10، ده الترو، ده اللي هيتحاسب عليه، ده الترو اللي موجود فيه عليه. تمام. هتلاقيه ب 6 من 10. فالحل بقى كمهندس يروح يحط كابستور؟ لا، هو كده هيروح يقيس الاثنين، هيلاقيهم مش زي بعض، فكده المشكله مشكله هارمونيك، هي مش مشكله رياكتيف باور. تمام. ف
فالمفروض ساعتها بقى المهندس ده يروح يعمل دراسة للهارمونيك دي ويشوف ايه هو الهارمونيك اللي رقم كام اللي ممكن يشيله عشان يحل مشكلة الباور فاكتور. اما لو كانوا الاتنين قد بعض وبـ6/10 فبالفعل هي مشكلة رياكتيف باور وتتحل بالكباستور. السؤال ده ممكن يجي في الامتحان اصلا. تمام، وده القوانين اهي. دي هنا القوانين، انا كنت بقول لك فوق ممكن تديك القرايات اللي هي ار ام اس، شويه قرايات ار ام اس تجيبها ازاي. فتقول الفي ار ام اس توتال هي 1/2 جذر في في من اتش بتساوي 1 لحد n في اتش ماكسيم سكوير، حيث ان اتش ده هو الهارمونيك اوردر. تمام، وادي هنا الكرنت، وادي هنا تي اتش دي، تي اتش دي والتي دي دي. تعالى بس هنا عند التي دي دي عشان دي مهمه، في حاجه تقول لك عليها هنا. هي التي دي دي هي عباره عن جذر السمشن اي اتش سكوير اي اي ماكسيمم لود. تمام، اي اتش سكوير هي تديك شويه قرايات اي 1 اي 3 اي 5 اي 7، فانت تقول ايه اي 1 سكوير زائد اي 3 سكوير زائد اي كل تحت الجذر على الاي ماكسيمم لود. هي بتقول لك هتديها لك صراحه الاي ماكسيمم لود ده. تمام، فهي هتقول لك صراحه الاي ماكسيمم لود بكام. ليه، ايه الفرق بينها وبين الريتنج؟ الريتنج ده اللي مكتوب على المعده، هل هو بالفعل مسحوب؟ ما ممكن الريتنج التيار المسحوب يكون اكبر من الريتنج بتاع المعده اللي هو اي ماكسيمم لود. تمام، توتال لا ترو، اسمها ترو باور فاكتور، هو عباره عن بي ار ام اس عن اس ار ام اس. تمام، ده في حالتي يعني ايه وجود الهارمونيك، فهو عبارة عن جذر 1/1 زائد تي اتش دي سكوير، تي اتش دي سكوير للكرنت. مش عارف هي، بس معلش هي مش عارف، مش فاكر دي كانت تي اتش دي ولا تي دي دي، فاحنا هنروح لها في السلايدز. ماشي، في ياسطا بتقول لك خطوات، ما خطوات انك تحل مسألة اسمها الفالويتنج بتاعت الهارمونيك. بيقول لك في حاجة اسمها بوينت اوف كومن كابلينج. تمام، دي هي النقطة اللي بيشترك فيها اللود مع جيرانه، ومن خلالها بعرف ان انا هخش في انهي جدول. يعني ايه يا اسطى؟ انت عندك دلوقتي ادي هنا الشبكة مصدر، هجيب بس قلم ثانية. ادي انت عندك اهو الشبكة، وادي الار والاكس، وادي هنا ده اللود اللي انا هدرسه، ده اللود اللي انا هدرسه. تمام، عايز اشوف هو متوصل بليفل كام مع الجيران اللي حواليه. مش انا قلت لك فوق لو انت عندك واحد الدنيا عنده تمام مفيش هارمونيك مسحوبة لانه عنده اجهزة مش باور الكترونيكس، واحد جاره تحت مثلا عنده اجهزة فيها باور الكترونيكس، فاللي فوق هيتضر برضو. تمام، فده اللود مثلا اللي انا عايز ادرسه، فانا عايز اعرف هو متوصل مع باقي اللود اللي حواليه على جهد كام. كلمة جهد كام دي هتساعدني في الجدول. تمام، فهنا مثلا اهو، فدي مثلا حالتين، واخد بالك؟ ده بص متوصل مع الاذر كاستمر عند النقطة اسمها بي سي سي دي، وده متوصل عند مع اللود اللي حواليه عند البي سي سي دي. يعني بص ده فين وده فين، عشان هتفرق كتير. ده متوصل مع ده عند النقطة دي، وده متوصل مع ده عند النقطة دي. خلي بالك اللي هتفرق النقطة دي بعد الترانسفورمر، اما النقطة دي كانت قبل الترانسفورمر، فهتلاقي النقطة دي جهدها كبير، هتلاقي النقطة دي جهدها اقل. تمام، اهو ده الكلام المكتوب هنا. الفرق بين الرسمتين ان الاولى مشتركين في ميد فولت ميديوم فولتج، اما اللي تحت لو فولتج. تمام، تعالى بقى يا اسطى. طيب الكلام ده انا عاوزه في ايه؟
فبتقول لك هنا مثلا مثال اهو، هي مدياك لمصنع التي البي سي سي النقطة اللي بيشترك فيها اللود اللي انا عايز ادرسه مع باقي اللود عند 11 كيلو فولت، تمام، ومديك التوتال هارمونيك ديستورشن بفولت ب2% والتوتال ديماند ديستورشن ب5%. فانا عامل سهم كده بقول لك الداتا دي ممكن يكونش مديها لك، لكن تديك شوية قرايات وانت تطلع فوق تجيب الكلام ده اهو، تي اتش دي والتي دي دي، تمام يا اسطى. يعني من تلات جاهزة بس ممكن متديهاش جاهزة في الامتحان، تمام. بتقول لك ايه industrial volt harmonic distortion is as follow، راح مثلا استخدم جهاز وجاب ال THD لل third harmonic وال fifth harmonic وال seventh harmonic وهكذا. فبيقول لك بيقول لك ايه evaluate the harmonic problem in the factory suggest suitable solution if needed. يعني بيقول لك ايه روح كده قول لي الهارمونيك، انا عندي هارمونيك في المصنع، هل الهارمونيك دي تستاهل ان انا اروح اعمل لها دراسة واحاول اقللها، ولا هي هتكون ضمن الرينج المسموح والدنيا تمشي؟ ده معناها كده المسألة. فهحلها ازاي يا اسطى؟ انا بشرح لك، تقصد تقول لك هل الهارمونيك دي تستاهل تدخل هندسي ولا لا، تمام. هبدأ هنا، هنروح للمواصفة بتاعت اي تريبل اي 519/2014، تمام. اقرا بس الخطوات عشان مش فاكر قوي. هنروح للمواصفة، هنروح بس تعال نروح للجدول اللي 519/2014. طبعا الجدول بيكون جيفن في الامتحان، تمام. دي القوانين اهي يا اسطى، صح، كان توتال هارمونيك ديستورشن للكرنت. القانون ده مش موجود من ضمن القوانين اللي انا كاتبها، بس نفسه زي الفولت بالظبط، اللي هي 1/2 بدل فولت هيكون كرنت، تمام. هو اصلا موجود، وكمان مش عارف موجود تحت، لا موجود تحت، ده ال ار ام اس، ده ال ار ام اس. اما الديستورشن او التوتال هارمونيك ديستورشن هقولك تحت ان شاء الله. ده الكلام اللي موجود اهو، ان الباور فاكتور لما يكون اكبر فمعناه ان الاتنين مش بيساوي بعض، ففي هارمونيك الاتنين بيساوي بعض فمفيش هارمونيك وهكذا، تمام. وده هنا التي دي دي، وبيقول لك ده سلايدز خلصت اهي، تمام. السلايدز التالتة ده الفلوت شارت اللي احنا خدناها قبل كده، وادي هنا البي سي سي، تمام. اهو يا اسطى، هنخش على الجدول اللي اسمه اي تريبل اي 519/2014. مش انا قلت لك البي سي سي ديك انت هتعوزها تخش بيها الجدول، تمام. فانت شغال عند جهد ب11، قالت لك البي سي سي ب11 كيلو، فانت تروح عند 11 كيلو اهو. شوف فين 11 كيلو، هنا 11 كيلو اهو اللي هو الصف التاني. بتقول لك اقصى هارمونيك، الهارمونيك المسموح بيه 3%، والتوتال هارمونيك ديستورشن 5%، تمام. فنروح كده الخطوات، احنا قلنا كام؟ 5. هو قال لك ان التوتال هارمونيك ديستورشن المسموح بيه التوتال 5%، والهارمونيك اوردر ذات نفسه اقصى حاجه 3%. فهو لما قاس التوتال هارمونيك ديستورشن كان كام؟ كان 2% اهو. هو الجدول بيقول لي اقصى حاجه 3، فانا في لحد دلوقتي انا في الامان. وقال لي اي هارمونيك اوردر اخرج 3%، فالخامس الهارمونيك الخامس 2%، يعني كويس. الهارمونيك السابع 3%، يا دوب. تعالى بقى الهارمونيك التالت 6%، لأ فأنا كده في خطر، لازم أحل المشكلة، تمام.
كام بصراحة بيقول لك هتلاقي في الجدول حاجة اسمها individual harmonic اللي مسموح بيه 3%، فكده أقل من النسبة دي ما عدا الثيرد هارمونيك فهو معدي النسبة. كده أنا عملت فولتج هارمونيك ايفاليويشن، كده ناقص الكرنت بقى. أنا كده بالنسبة للفولت عرفت إن أنا عندي مشكلة، تمام. في حاجة اسمها بقى دي كده مسألة اسمها فولتج هارمونيك ايفاليويشن، حاجة بقى مسألة اسمها ايه كرنت. فأنا كده في المسألة اللي فوق هي خلصت خلاص، تمام. بس هقوله ايه اللي انا كده هحتاج ان انا يكون في تدخل هندسي، تمام. بس في حاجة هي نبهت عليها بس، فانت بقى بتقول ايه هي النسبة معدية ولا النسبة مش معدية بناء عليه. فانت المفروض تقول ان مثلا النسبة دي اللي هي 2% مسموح بيها، تقول ايه الكلمة دي، الكلمة دي مهمة، based on اي تريبل اي، وتقول اسم الجدول اللي هي 519/2014 مثلا، تمام. اي أيوة. بص اي أيوة. وتقول based on اي تريبل اي 519 حسب بقى اسم الجدول، بس لازم تقول الكلمة دي عشان تعرفها يعني انك ايه هي بتقولك ايه. طب هي النسبة معدية ولا مش معدية؟ تعرفت منين؟ فتقول لها بناء على مثلا على المواصفة، ريحها وخلاص، تمام. ده مسألة تانية في الامتحان ممكن تيجي يقول لك كده الكرنت هارمونيك ايفاليويشن، ده بيقول لك ايه مستقل عن اللي فات، يعني السؤال ده مش مرتبط بالسؤال اللي فوق، تمام. فبيقول لك مثلا هو راح في المصنع استخدم الجهاز طلع شوية الإرهاد دي، تمام، طلع ال تي دي دي الاي لود، تمام، الهارمونيك الخامس، الهارمونيك السابع، ال11، الشورت سيركت اللي ممكن يحصل، اعمل شوية حسابات، تمام يا اسطى. طيب عشان اروح اعمل هارمونيك ايفاليويشن بالنسبة للكرنت، بيقول لك هتروح للجدول اي تريبل اي 519/2014، هتخش بحاجة اسمها اي شورت سيركت على اي لود، فهروح اي شورت سيركت على اي لود، ده بالنسبة للكرنت. ده اللي فوق كان اسمه فولتج هارمونيك ايفاليويشن، اما ده هيكون اسمه كارنت هارمونيك، تمام. هخش هنا باي شورت سيركت على اي لود، انا عندي اي شورت سيركت مديها لي ب10 كيلو والاي لود ب100، فهيطلع النسبة ب100. فالنسبة ب100 هتخش فيها هنا، انت عندك هنا من 50 لأقل من 100، انا مش عارف هتخش في اي جدول يعني. بص الاتنين هنا مفيش كلمة او يساوي، المفروض كان نحط هنا اي يساوي، بس هشوف انا تقريبا كاتب ملحوظة على النقطة دي. خلاص يعني بيقولك ايه هتخش منها من 50 لـ100، هتخش في اول واحدة دي. انت عندك هنا ايه من 50 لـ100، بيقول لك مثلا ان من اول الهرمونيك التالت لحد الهرمونيك الـ11 المسموح بيه 10%، من الهرمونيك الـ11 للـ17 4.5، وهكذا لحد القيمة اللي اسمها تي دي مسموح لك بـ12. انت بقى القيم اللي عندك بكام؟ اهو انا عندي الخامس والسابع، الخامس والسابع عندي بكام؟ عندي بـ5 وبـ1، هم من 3 لـ11 يعني موجود بـ10، وانا عندي الخامس والسابع تقريبا اقل من 10، وتقارن بقى وتقول لها بيزد اون كذا. فده بس كده، فانت كده هتشوف التي دي دي وتشوف الهارمونيك اللي عندك هي جوه الرينج ولا لا، تمام. السؤال كده ممكن يجيك اختار، بيقول لك ايه هي المصادر اللي بتتكلم عن الباور هارمونيك اي تريبل اي، تمام يا اسطى. هنخش بقى على اخر محاضرة. فيا اسطى اديك شايف اهو تقريبا كل حاجة يعني الحمد لله موجودة هنا، كل حاجة موجودة في السلايدز قلتها لك، موجودة في الورق، تمام. الكلام ده موجود في المحاضرة اللي جاية برضه، المحاضرة دي كويسة يعني ان شاء الله، دي المحاضرة الأخيرة، تمام. بس كده هيبقى ناقص لك السيكشن، انا عن نفسي مذاكرتوش ومش هذاكره، بس هذاكره في حاجة واحدة بس، ان حد مثلا نزل على الجروب بتاع الدفعة لكن المسألة بتاعت الفلتر دي بتاعت السيكشن ليها خطوات معينة،
ادي الخطوات اهي، لو نزل حاجة بالشكل ده هذاكرها، ما نزلش حاجة خلاص انا هكتفي بكده لاني مش هلحق اصلا. والورقة ده هبعته لك ان شاء الله على الواتس ان شاء الله يعني. طيب دلوقتي عشان نروح نحل مشكلة الهارمونيك، تمام؟ فالمفروض اللي انا بعمل ايه، خلاص انا وقت بقى عندي هارمونيك وخلاص يعني، فقلت لك انا بناء على المرحلة اللي انا فيها هاخد قرار، تمام؟ فانا عرفت ان عندي هارمونيك، عرفت منين؟ ان انا مثلا قارنت بالنواتج او الستاندرد، عرفت ان انا كده بره الرينج، فخلاص انا لازم كده احل المشكلة. فبيقول لك ايه، طيب دلوقتي انت لو رحت قست الهارمونيك ولقيت نفسك في الكريتيكال ليميت، يعني ايه كريتيكال ليميت؟ يعني انت مثلا قلت ان رحت قست مثلا الهارمونيك الخامس لقيته ب3% والمسموح 3%، تمام؟ فالمسموح 3% يعني كده دوب ايه، محقق بالعافية، انا مسموح لي ب3 وانا عندي ب3. فبتقول لك ايه، احنا مش هنتدخل دلوقتي، هنعمل مونيتورنج يعني بعد كم فترة كده، اسبوع ولا حاجة، هنعمل قياسات تاني، تمام؟ لو لقيناها عدت الليمت يبقى كده خلاص، يبقى لازم نعمل حل للمشكلة، تمام؟ طيب بتبقى احل المشكلة ازاي؟ ممكن احلها باستخدام فلتر، تمام؟ طب امتى بقى استخدم فلتر؟ لو انا بالفعل خلاص انا ركبت الاجهزه، ركبتها وخلاص واشتغلت وعايز احل المشكله، تمام؟ او ممكن اعمل حاجه اسمها ديليتنج فاكتور. طب امتى اعمل ديليتنج فاكتور دي؟ يعني المفروض مثلا ازود في مساحه الكابل، ازود في البريكر، ايوه انا لسه في محطه التصميم، تمام؟ اجيب مثلا ترانسفورمر بريتنج اعلى، تمام؟ طيب انواع الفلتر يا اسطى، برضه اسئله دي مهمه وكويسه وسهله يعني ان شاء الله. بص يعني انواع الفلتر، في حاجه اسمها باسيف فلتر. يعني ايه باسيف فلتر؟ هو عباره عن ار ال سي، تمام؟ بختار قيمه ال ال والسي بحيث ان هما يجوا عند هارمونيك معين يحصل لهم ريزونانس، تمام؟ يعني ايه الكلام ده يا اسطى؟ طب يعني ايه يحصل لهم ريزونانس؟ يعني لما يجي يحصل ريزونانس السيركت ديك، السيركت دي تقريبا هتبقى شورت سيركت، تمام؟ تعالى بقى، يعني مثلا انا رحت قست الهارمونيك اللي موجودة عندي في المصنع، عرفت مثلا ان الهارمونيك التالت ده مشكلة وعايز احله، فهروح احاول اختار قيمة ال ال والسي بحيث ان قيمة ال ال والسي يروحوا عند الهارمونيك التالت ده يحصل لهم ريزونانس. فلما يجي يحصل لهم ريزونانس اللي يتم يا اسطى، دي هتكون شورت سيركت. بس هتكون شورت سيركت امتى؟ او مين اللي هيشوفها شورت سيركت؟ اللي هيشوفها شورت سيركت الهارمونيك التالت، فيبقى عنده طريقين، لما يروح للترانسفورمر لما يروح في الشورت سيركت دي، اكيد هيروح للشورت سيركت، وبكده انا منعت التيار اللي هو السيرد هارمونيك يروح للترانسفورمر، واخد بالك؟ فمش هيبقى مثلا في سخونيه ولا الكلام ده كله، فانا كده ايه، يا دوب شلت السم قبل ما يخش مثلا للترانسفورمر، تمام؟ ده هي فكره الباسيف فلتر، تمام؟ اهو ده شرح يا اسطى. طيب بقول لك لو انا مثلا عندي مشكله في الهارمونيك التالت، تمام؟ فانا هدخله على الكابل وهصطاده قبل ما يروح للترانسفورم. طب هصطاده ازاي؟ ان عند السيرد هارمونيك اخلي الزد بصفر، يعني شورت سيركت، وده هيتم عند السيرد هارمونيك بس، وده عند الريزونانس اللي هيتم عند السيرد هارمونيك. لو عايز اصطاد الخمسة، طب افرض دلوقتي انا اصطدت السيرد هارمونيك، منعت السيرد هارمونيك اللي عندي، وعاوز كمان في نفس الوقت
امنع الخمسة، هعمل برضو نفس الار والال والسي باريل بس بقيم مختلفة، بحيث ان هما عند الفيفث هارمونيك يبقى شورت سيركت. افرض عايز اطير 10 هارمونيك، احط 10 برانشات من دي، واخد بالك؟ طيب ايه ميزته؟ ميزته اللي هو رخيص سيمبل. عيوبه ان في لوسس بتحصل، انت محتاج تحط كل برانش لكل هارمونيك انت عايز تشيله، انت متخيل؟ تمام. بيقول لك it can follow that changes in harmonic، ماشي، it can follow that changes of harmonic، يعني بيقول لك دلوقتي يعني لو الهارمونيك اللي عملت عليه ديزاين دي ديزاين اتغير بقى هارمونيك تاني حاجة، يعني دلوقتي انت يا اسطى رحت شفت مثلا الهارمونيك بتاعك هو الهارمونيك التالت، تمام، الهارمونيك التالت اللي فيه مشكلة، فرحت بناء عليها جبت الفلتر وشلك الهارمونيك ده والدنيا تمام. افرض انت بعد كده هتزود احمال تانية ناحية الترانسفورمر، والاحمال التانية دي كمحصلة هتخلي لك في مشكلة في الهارمونيك الخامس. خلي بالك المشكلة كانت الأول في التالت، فأنت حلتها وزودت أحمال، بقت الأحمال اللي عندك هتخلي في مشكلة في الهرمونيك الخامس، ولسه أنت حاطط زيادة زي ما هو، تمام. فالبتاع ده هيشتغل الهرمونيك التالت بس، بس دلوقتي الهرمونيك التالت مبقاش هو المشكلة، ده الخامس، فأنت محتاج تعمل ديزاين من أول وجديد للبرانش ده. ده الكلام المميزات والعيوب. هنخش على حاجة اسمها اكتف فلتر. طب ايه هو مشكلته؟ مشكلته هي ميزة الراجل اللي فوق ان هو غالي وكومبلكس. طب ميزته اللي انا هستخدم فلتر واحد بس يشيل كل الهارمونيك، انا فوق كنت ممكن استخدم 10 استخدم 12 على حسب اللي انا عايز اشيل كام واحد، اما هنا لا، ده انا ممكن اشيل واحد اشيل كله بجهاز واحد بس، تمام. طيب الكلام ده ازاي يا اسطى؟ انت دلوقتي هنا يا اسطى عندك خلينا الهارمونيك، تمام، الهارمونيك دي هتخش برضو في نفس الوقت على مايكرو بروسيسور هيقيس الهارمونيك والكلام ده كله، تمام، وبناء عليها هيعرف الهارمونيك ده، هيعرف شكل السيجنال دي، فهو المايكرو بروسيسور ده هيحلل السيجنال اللي هو الفاندامنتال والديستورشن، فهو عارف الديستورشن دي عبارة عن ايه، فهيروح تمام يخش على انفرتر، الانفرتر ده شوية سويتشات، فهيروح يجنريت سيجنال هنا هيها نفس السيجنال الهارمونيك دي بس باختلاف الإشارة، فييجوا هنا يجيموا على بعض يكنسلوا بعض فيتفضل الفاندامنتال هنا يعدي، تمام. فبيقول لك هنا البلوك الأساسي بيتكون من ايه، انت عندك سنسور ومايكرو بروسيسور وانفرتر اللي هو كارنت كنترول سورس، ده بيديك سيجنال مشوهة بنفس المقدار ونفس كل حاجة من السيجنال المشوهة اللي داخلة عندك بس باختلاف الإشارة، بحيث انهم يتجمعوا في الآخر كده ويتكنسلوا بعض اهو. طب ايه هو فكرة العمل؟ انا عندي تيار مشوه اهو يا اسطى، عندي تيار مشوه تمام، فهو عبارة عن هارمونيك وشوية ساين ويف، ده الساين ويف حللته بقى ساين ويف وده الهارمونيك، تمام. فايه اللي يحصل؟ فايه اللي يحصل؟ هاخد الهارمونيك ده، المشكلة ده المشكلة اللي عندي، فالكرنت كنترول سورس ده هيديني سيجنال زي دي بالظبط، زي دي سيجنال زي دي بس بفيس شيفت 180، يعني زيها بالصوت بس بالسالب، يعني تبقى كده مثلا، لما دي تتجمع مع دي
خلاص جنسروا بعض تمام، وتفضل الناحية التانية البيور. فكده كل السيجنال اللي عندي مهما كان الهرمونيك عندي 20 هرمونيك عدد خاص منهم، بفلتر واحد بس هيخلص لي تمام. بس في هنا بقى مشكلة، بس هي المشكلة ان انا قلت لك ان الجهاز ده غالي. طب غالي، افرض دلوقتي انا عاوز عندي معدة كبيرة قوي، معدة كبيرة فيها هرمونيك هيكون كبير، فكل ما الهرمونيك هيزيد كل ما الريتنج بتاع الفلتر ده اللي هو الاكتيف هيزيد، كل ما السعر هيزيد. فهعمل ايه؟ عاوز اقلل السعر شوية، هعمل حاجة حلو، هجمع بين الاتنين دول بقى الباسيف والاكتيف. ازاي؟ اللي انا دلوقتي عندي مثلا عملت شوية تحليل وكده، عرفت ان الهرمونيك اللي هو كبير قوي هو الهرمونيك التالت، كان ده القيمة بتاعته الكبيرة قوي. فاعمل ايه؟ اروح اشيله الاول بالفكرة دي. فلما اشيله بالفكرة دي اللي هيعدي هنا ايه هو؟ هو الفاندمنتال زائد باقي الهرمونيك ما عدا التالت اللي هو كان بيسبب له مشكلة كبيرة قوي. فكده الريتنج بتاع السيجنال اللي هتعدي هنا قل شوية، فلما يقل شوية اللي يحصل هدخله بقى، هدخله على مين؟ على الاكتف. لما ادخله على الاكتف كده هدخل سيجنال، ها الريتنج بتاعها اقل من انا لو انا كنت دخلتها كاملة، واخد بالك؟ اهو ده الكلام. بس خلي بالك مين اللي بحطه الاول؟ بحط الباسيف الاول بعدين اكتف، فاهم؟ اصل انت ايه، انت بتستخدم الباسيف عشان يشيل لك سيجنال ويقلل لك الريتنج بتاعت السيجنال اللي انت عاوز تشيلها، تمام؟ اهو الكلام ده موجود هنا يا اسطى، تمام؟ اهو برضه انا شرحه، تمام؟ الكلام ده كله يا اسطى لو انا خلاص انا لبست جبت معدة ولازم احل مشكلة الهرمونيك. اما انا لسه لو لسه في مرحلة التصميم، قلت لك هزود الريتنج. طيب هناخد بقى مسائل على الريتنج دي. طب هزود الريتنج ازاي؟ اهو الكلام ده، كل الكلام ده في مرحلة الانستليشن. اما لو في مرحلة الديزاين، لسه بعمل ديزاين، هستخدم الريتنج. اللي انا مثلا اروح اجيب كابل السايز بتاعه اكبر، اعمل في حساباتي الشورت الهارمونيك، تمام؟ يعني مثلا هروح اشوف الهارمونيك التالت واشوفه هو في اني رينج، ده لسه في حالة الديزاين ماشي. لقيته مثلا جوه بره عدى الرينج المسموح، تمام؟ فساعتها هروح بقى ايه كده، خلاص عرفت ان انا عندي مشكلة هارمونيك وانا لسه في مرحلة الديزاين، فهستخدم الحل اللي هو الدريتنج. هناخد مثال يا اسطى، بيقول لك مثلا لو السر ده هارمونيك موجود عندك والتي اتش دي بعشرين في المية وتسعة وتلاتين امبير لود كارنت، تمام؟ تسعة وتلاتين لود كارنت، انا مش فاكر بس المسألة دي كانت بتتكلم عني اصلا، تمام؟ هفتكر بس كده سريعا. طب تعالى نروح للجدول كده، الكلام اهو يا اسطى، الباسيف والاكتيف والهايبريد والكلام ده كله، تمام؟ تقريبا اهو انا دلوقتي عاوز اعمل اهو نيوترال كيبل سايزنج، عايز اجيب النيوترال المناسب للكابل ده. هي كده مسألة انك تعمل ديزاين للنيوترال. فانت عندك هنا التوتال هارمونيك ديستورشن بعشرين في المية، اروح اخش على الجدول. انا عايز اعرف بس حاجة، هو مش مكتب الرقم ليه؟
تقريبا كذا بحاجة غلط يعني. أصل الجدول المفروض نخش الجدول بإيه؟ المفروض الجدول نخش له بالثيرد هارمونيك، بالثيرد هارمونيك تمام. فبقول لك هنا ايه، ان الثيرد هارمونيك توتال هارمونيك ديستورشن ب20%، فانا هخش الجدول ب20% اهو، 20% يعني موجود في الصف التاني. فبيقول لك لو انت في الصف التاني بيقول لك هيكون value selected on the basis of line current 0.86، يعني الاي بتاعت الكابل اللاين. فانت بص، لو انت هو بيقول لك، هو بيقول لك كده في الجدول، لو انت في الرينج ال20 فانت بتروح تعمل ديزاين لللاين، اللاين كارنت، تمام، بتعمل ديزاين لللاين كارنت. هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة بقى عن اللود كارنت. شوف اللود ده هيسحب كام على 0.86، جبت الأربعة 45 أمبير، وبناء عليه راح أجيب بقى في الكتالوج، أخش مثلا أجيب الكروس سيكشن أريا. طيب لو السرد هارمونيك 40%، تعال 40% يعني في الصف التالت. في الصف التالت هو بيقول لك اهو، انت بتساعتها بتروح تعمل ديزاين عن نيوترال، تمام. الجدول طبعا مش محفوظ، فهتقول هنا ان الاي كيبل هو عبارة عن الاي نيوترال على 0.86. انا عايز اروح اجيب الاي كيبل، تمام، اللي انا عاوز اجيبه عايز اجيب الاي كيبل. فالاي كيبل هنا اي نيوترال على 0.86. طب هجيب الاي نيوترال منين؟ هو في المسألة اهو، ده شرح بس الكلام اللي بقول لك انا جبته منين. بس هو قايل لك في المسألة، هو قال لك في المسألة ان السرد هارمونيك، تمام، هو عبارة عن 40% من اللود كارنت. هو قال لك كده في المسألة، المسألة ما هوريك في السلايدز، 40% من اللود كارنت، يعني اللود كارنت 39، 40% 4/10، 3 عشان 3 فيز، تمام. كده جبت النيوترال اطلع عبود فوق، راح اجيب اي كيبل. تعالى اوريك بس الكلمتين دول في السلايدز، يبقى ناقص كده اخر حاجة اهو. بيقول لك consider the following example 3 phase circuit 39 أمبير load current أو load rating to be installed using 4 core، تمام، سيبك من الكلام ده كله. فقال لك ايه، it's a common practice to use copper conductor cable. حلو، بيقول لك الكابل الستة ملي بيشيل 41 أمبير. بيقول لك لما يكون عندك 20% من total harmonic distortion هطلع فوق 20%، فساعتها الاي كيبل اللي انا عايز اجيبه هو عبارة عن القيمة اللي مديها لي على 0.86، تمام. هي عبارة عن ايه؟ معلش، ال 20% يبقى الكابل اللي انا عايز اجيبه هو عبارة اللاين كارنت على 0.86. طب انت عندك اللاين كارنت؟ عندي 39 أمبير، فيطلع 45، راح اجيب بقى الكابل المناسب. طب بيقول لك هنا لما يكون السرد هارمونيك 40%، تمام، روح بقى 40% التوتال هارمونيك ديستورشن 40%، يبقى الكابل بتاعي هو عبارة النيوترال على 0.86. طب انت عندك النيوترال؟ مش عندي النيوترال. طب راح اجيبه ازاي؟ راح اجيبه ازاي؟ قلت لك هو 3 3 في ال 39 أمبير في الـ4/10 اللي هو السرد هارمونيك 40%، تمام. تمام كده يا اسطى. ايه تاني؟ نفس الكلام برضو تقريبا، مسألة تانية اهي تقريبا، يعني مسألة تانية هقول لك 50%، هطلع هنا عند 50% اللي هي 1،
يبقى النيوترال على واحد. طب انت عندك النيوترال، ما عنديش النيوترال، اجيبه ازاي؟ اقول 39 في نص في 3/10 على واحد، يبقى 58 امبير ونص. تمام كده جبت الديزاين، عملت ديزاين للريتنج بتاعت الكابل. طيب لو عايز اعمل ديزاين للريتنج بتاعت الترانسفورمر بقى، طيب طيب عايز اروح اجيب ال الترانسفورمر المناسب. فبيقول لك في فاكتور في الترانسفورمر اسمه كي فاكتور، الرقم دوت بناء عليه السايز بتاع الترانسفورمر بيبدا يزيد او يقل نتيجه الهارمونيك. بمعنى ان مثلا الكي فاكتور ده مثلا لو بواحد غير لما يكون بعشرة غير لما يكون باتناشر، فكل ما بيكبر كل ما بيقول لك ان السايز بتاع الترانسفورمر هيزيد علشان يبدا يستحمل الهارمونيك اللي موجود عندي. فانا لازم اعرف اجيب الكي بتاعت الترانسفورمر. طب اجيب الكي بتاعت الترانسفورمر ازاي؟ هنجيبها بطريقة، في طريقتين. الطريقة الاولانية اللي انا عارف دلوقتي الاحمال اللي عندي، احطها عارف الاحمال اللي عندي، فبناء على الاحمال اللي عندي هيكون لكل حمل ليه كي، هجمع الكيهات ديك راح اجيب الكي بتاع الترانسفورمر. طب تعالى نقرا الكلمتين دول. طب بنحسبها ازاي؟ قالك في طريقة اسمها استيميتد، ده هيبقى عن ده هيبقى في انواع من اللود وقصادها كي فاكتور. ده الكلام اللي بيقولك اي حاجه لينير الكي فاكتور بتاعها بصفر لينير. تمام الدرايف اكيد هيكون فدي يسطا احمال، هتقول لك ايه هتديك شويه احمال وانت تروح تجيب الكي بتاعها. تمام لو هتقول لك مثلا ده لينير لود، انت متوقع الكي بكام؟ بصفر. طب ده درايف هيكون لي في هيكون لي كي. طب لو قريت لك يو بي اس ويز فلتر الكي هتكون بصفر. تمام في خطوة او في طريقة تانية، طريقة الاكيوريت. الاكيوريت دي ان الاكيوريت دي تقريبا دي بتيجي في الامتحان، انا مش عارف اي واحدة فيهم بس هبص على السلايدز دلوقتي. بتقول لك هات دي خطوات لو انت تشتغل بطريقة الاكيوريت، هتجيب الكيلو فولت امبير للود وضربه في الكي بتاعت كل لواحد، هجيب الكيلو فولت امبير للود واضربه في الكي. يعني انت عندك لكل لود ليه فولت امبير وليه كي، فاقول كي واحد في كيلو فولت امبير واحد زائد. تمام هجيبه كده كي واحد كيلو فولت امبير واحد، واللود التاني هروح اجيب كي اتنين كيلو فولت امبير اتنين، وبعد كده هجمع الكلام ده كله. تمام هجمع الحصل الضرب واجمع في نفس الوقت الكهات واقسمهم على بعض. تمام بعد ما اقسمهم على بعض هدخل على جدول اشوف الكي فاكتور المناسبه للترانسفورمر، وبعد ما اجيب الكي المناسبه للترانسفورمر ادخل على الكيرف بالكي اللي انا جبتها ديك، هجيب نسبة التحميل او الكباستي بتاع نسبة الكباستي بتاعة الترانسفورمر. تمام ده تعالى اوريها لك الكلام ده. اهو هي مثلا في الامتحان هتديك حاجات زي كده، هتقول لك انت عندك ويلدر مكنة لحام، مالكش دعوة انت هتبقى عندك الكيلو فولت امبير بتاعه وعندك الكي، فكي في كيلو فولت امبير، يو بي اس نو انبوت فلتر مفيش فلتر يبقى في كي، يبقى كي في الريتنج. هعمل الكلام ده كله، هجيب السمشن بتاع حصل الضرب والسمشن بتاع الكيهات، انت عندك تلاتة وتلاتة وخمسة، ادي كده ستة وخمسة حداشر واربعة خمستاشر خمسة وسبعين. تمام هقسمهم على بعض، قسمتهم على بعض هيطلع 44.16، فهروح هنا 44.16 هيكون الكي ساعتها بتسعة تقريبا، الكي بتسعة كي الاسمة 44.16، اختار اقرب ستاندرد ليها اللي 44.72،
اللي هي قصادها كي 9، تمام؟ مش عارف انت شايف ولا لأ. ادي حصل الضرب، جمعت قسمت ده على ده، طلع الرقم ده. هخش الجدول هنا اجيب كي 9، كده انا عرفت الايه الدنيا، عرفت ان هو شغال كي 9. اخش بقى المفروض تديني هي الجراف دوت، اخش كي 9 راح اجيب نسبة الكباستي بس كده. بقى احنا كده خلصنا كل كلمة هي قالتها. هطلع كده كي 9، 50%، 60%، ايا كان، تمام يا اسطى. كده انا قلت لك ان شاء الله كده كل حاجة، ودي كل حاجة لقيتها بالنص والله، تمام. فبالنسبة زي ما قلت لك الفلتر انا مش هذاكره، وان شاء الله مش هيجي في الامتحان يعني، بس ما اعرفش والله هيجي ولا لا. ماشي يا استاذ، سلام، يلا.